السلام عليكم ورحمة الله. زي ما احنا عودناكم قبل ما بنتكلم في أي حاجة بنحب نشكر الناس كلها وبنحيي الناس كلها اللي بتبتسم وبتطمن علينا اللي بتقول لنا كلمة حلوة على دماغنا من فوق. الحمد لله المرة اللي فاتت قدرنا نوصل لكم عدد أسعار الحمام والوقت المناسب لبيع وشراء الحمام. جالي كام سؤال كده النهاردة إن شاء الله تاني جزء لينا برضه في أسعار الحمام والوقت المناسب لبيع وشراء الحمام. والمستحب اللي انت مثلا ايه هنتكلم يعني برضه في بيع الزغاليل ولا الحمام الكبير، يعني اللي انت تبيعه وهم زغاليل، في حمام تبيعه وهو زغاليل، وفي حمام اللي انت تبيعه وهو فرد حمام كبير. فاحنا هنتكلم مع بعض واحده بواحده كده. فبسم الله توكلنا على الله. طيب انا في واحد يعز عليا قال لي كنت انت اتكلمت ببيع وشراء وقلت ايه الوقت المناسب. طب انا ما فهمتش ايه الوقت المناسب اللي انا هبيع في الحمام. الوقت المناسب اللي انت تبيع فرد الحمام اللي انت يكون فرد الحمام متستف. يعني ايه معنى كلمه متستف؟ يعني فرد الحمام مكتمل، يعني فرد الحمام ما بيقلش، فرد الحمام ريشه متستف، فرد الحمام ظاهر ذكر ولا انتايه، بحيث ان انت تعرف تبيع فرد الحمام. طيب بيجي في وقت ايه ده؟ ممكن اللي هو مثلا بيبقى فيه احتياجات للناس اللي هو السوق بيبقى محتاج حمام. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مثلا دخل عليا موسم ناقصني ذكر، ناقص لي انتايه، فابتدي اللي انا انزل ادور على ذكر، ادور على انتايه عشان خاطر اللي انا ابدا الموسم. طيب في ناس بتشتري بتجهز الحمام ده اللي هي من مثلا من شهر 7 من شهر 8 النواس بتلمها. طيب انا راجل غاوي انت فاهم، ما بنزلش حمامي، لا انا عندي شويه زيادات. طب انا نزلتهم، لو نزلتهم في 7 ولا نزلتهم في 8 ولا نزلتهم في 6 ولا نزلتهم في اول 9، الحمام في سن مساخه، الحمام شكله مش باين. طب انا كده كده كبياع ولا مثلا غاوي ولا انا هبيع حمام خسران لان فرد الحمام مش منزول، فبصبر على فرد الحمام لغايه ما يتستف وبعد كده ببتدي اللي انا انزل السوق ابيع فرد الحمام. بكده اللي انا ببيع فرد الحمام بسعره كويس، لكن لو نزلت في 7 ولا نزلت في 8 كده كده بخسر الحمام اللي في ايديا، لان فرد الحمام شكله ماسخ، فرد الحمام ملوش طعم، فبكده اللي انا ببيع يعتبر فرد الحمام بخساره. والطبيعي لما بيجي واحد يشتري منك هو مش واقف على فرد الحمام، لا هو بيكمل النواقص بتاعته، يعني بيلم شويه، لو ما جابهمش السوق ده هيجيبهم السوق اللي بعده، لو ما جابهمش السوق اللي بعده هيجيبهم اللي بعده. لكن الفكره لما بيبدا يخش علينا الموسم غصب عنه بيشتري فرد الحمام. يعني ايه غصب عنه بيشتري فرد الحمام؟ يعني انت كل سنه وانت طيب دخل عليك موسم فرخ، نتاقه واقفه في مصطبه، ذكر واقف في قلب الباب، فكده كده انت مش هتستفاد بيهم. يعني ذكر مثلا كان ذكر واقف في قلب الباب ما عندوش نتاية، ان كان نتاية واقفه في المصطبه ما عندهاش ذكر. فانا كمشتري ولا مثلا الراجل عايز اللي انا بقى انتج والراجل عايز افرخ، فما بيفرقش معاه حته الماده، عجبني فرد الحمام ببتدي اللي انا اشتريه حتى لو ازيد من حقه 20 50 70 جنيه مش هتفرق، لان كده كده انا مش مستفاد بالحمامتين اللي مركونين عندي ان كان ذكر ولا ان كان نتاية. فانت كده كبياع بقى اللي انا بقى فرد الحمام منزوم وبمسك في سعر، يعني هو ايه ما بمسكش برسن بكسر برضو الناس، لا هو بحب احب الامور الوسط، يعني اللي انا برضو ايه بسترزق في فرد الحمام. فرد الحمام كده كده وصل من يدا ليدا، يعني ايه ولا راح لتاجر ولا راح هنا، فكده بيبقى فرد الحمام انا واخده وعشان خاطر الفرد الحمام اللي موقفه في البيت مش مستفاد منه في حاجه، فببص اللي هي ايه ربنا يكرمني بزغلين يبقى انا جبت حق فرد الحمام. فهي دي النظريه. طيب في حاجه اللي هي مثلا انا دلوقتي مثلا عايز اصفي حمام، عايز مثلا جالي شغلانه، فانا الشغل هو اولى. يعني انت دلوقتي راجل مربى حمام وعامل قشه بتنش حمام، عامل سلكات، عامل بتفرخ، عامل 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 قصه كبيره. طيب عايز ابيع الحمام ده، انا كده كده غصب عني ان انا ببيع الحمام، مش عشان خاطر مثلا ما فيهوش مكسب، مش عشان خاطر بخسر، هي الحمام عامه زي ما فيها حلوه فيها وحشه. فاحنا كده كده بنبص انت فاهم، احنا غاويين حمام مش تجار حمام، فاحنا بنغوي الحاجه دي لكيفنا لمزاجنا، فكده كده مش مستنظرين اي مقابل فلوس تخش لنا، لا احنا كده كده كل واحد ليه هوايه. فكل واحد انت فاهم، يعني اللي بيلعب كوره ده حياته كلها متفرغه للكوره، غوي الحمام ده نفس القصه، فكده كده ما بيبصش لمكسب ما بيبصش لخساره لان هو حابب الشيء، فكده عشان كده بيربي الحمام فزي اي هوايه بالظبط. طيب انا عايز ابيع لان انا جات لي وظيفه شغل كويسه والوقت انا خايف، ده احترمه لان بيقول لي انا خايف على الحمام اللي انا اظلمه معايا، انا غوي حمام بس انا
اللي هو الشغل اللي جاي لي، فانا عارف ان انا مش هقدر ان انا اتابع الحمام بتاعي، مش هقدر ان انا اخدم الحمام بتاعي، ده حقيقي. طيب عايز ابيع الحمام ومش عايز اخسر فيه، هي كده كده زي ما انا بقول لك فيها مكسب وفيها خساره. لكن انت لما بتكون مثلا عايز تصبر على فرد الحمام، فرد الحمام جاب عدله بتبيعه، فرد الحمام ما جابش عدله بتخليه. لكن في مثلا ناس تانيه بتعمل ايه؟ بينزل بفرد الحمام، والله اول سعر بنت بفرد الحمام بيبيع. لكن انت دلوقتي عايز مثلا تتخلص من الحمام اللي عندك، يبقى اللي انت لو جيت بعت الحمام كله في قلب بعضه انت اللي خسران. لا انا بعمل ايه مثلا لو عندي شويه حمام وعايز اخلص منهم، ولا كنت مثلا عندي زيارات كتير وعايز اخلص منهم، ببتدي ان انا اخد مثلا الحمام القليل اللي ببيع فيه. يعني ايه الحمام القليل؟ يعني الحمام اللي هو ايه خدمته زياده عليا، الحمام اللي هو مش هيجيب فلوس بمعنى اصح. طيب هنزل اتخلص من الحمام ده، ببتدي بقى الحمام الكويس ابتدي ابيع واحده بواحده وكده، ما بخسرش الحمام خالص. طيب ممكن مثلا يجي تاجر يحق لك الحمام في قلب بعض. يعني ايه يحق لك الحمام في قلب بعض؟ يعني اللي هو بيشتري المجموعه كلها على بعضها، البلدي زي فرد الحمام الغزال، دي بتبقى بيعها كلها في قلب بعضها، مفيش بقى ولا مثلا هبله، مفيش ولا فرد حمام عرسي، لا كلها في قلب بعضها، بيشيلها من الف للياء، فبياخد العشه من اولها لاخرها. طيب في تاجر شبابات شغله كله شبابات، اللي هو بيطلع العشه هو بص، يعني برده في التجار في واحد بيلم زغاليل بيعوا زغاليل، في واحد بيلم شغال في الشبابات، في واحد شغال في قصوص، في واحد شغال في اي حمام، اي حمامه شكلها كويس فبيجيبها، مش مهم بقى ذكر ان هم من ده، اهم حاجه فرد حمام، كل واحد وسكته. في اللي هو بيبيع الزغاليل ده، يعني اللي بيلم زغاليل عارف سكته، اللي هو الراجل بتاع زغاليل بيتاجر في الزغاليل فبيبيع. طيب النشيش ده كده كده بيبقى ليه سكيته، بيكون ناس طالبه شبابات، بيكون مثلا ناس عايزه اولها، بيكون ناس عايزه شويه حواشات، عايزه شويه ضريبه، فده برده بيكون سكيته. طيب اللي بيجي ياخد مثلا اسوس، بيبقى مثلا عنده مكان اللي هو مثلا بيبيع فيه الاسوس راكبه بعضها. لكن اللي هو بيلم مثلا شويه شبابات على ده، كده كده بينزل السوق، جت بيعت شبابات بيمشيهم، جت اللي هو ممكن دكر يلبسه لده ويبيعهم قص، فكده كده دي برده ايه من الناس اللي بتبيع. طيب انت عندك العشه وعايز تخلص منها، انت ممكن بقول لك يبقى الشبابات قصتها ممكن لواحد والاسوس يبقى لواحد تاني، او ممكن اللي انت مثلا تنزل في قلب السوق تبتدي مثلا تبيع في الحمام القليل، برده هيخف خدمه عليك ويخف برده الكلفه عليك، وتبتدي تقطع واحده في واحده. لكن انت مستعجل وعايز تبيع، فانت اللي احسن لك اللي انت مثلا تشوف لك تاجر يجي يشيلهم كلهم في قلب بعضهم، بحيث ان انت تريح دماغك، لان انت لو نزلت السوق هتنزل كذا مره السوق، هتنزل النهارده بشويه، مش معنى ان انت هتنزل بالحمام اللي هو مثلا افرضنا 10 حمامات 20 واحده، مش معنى كده اللي هم مثلا ده رزق، ممكن ما يتباعوش وممكن يتباعوا كلهم، فانت عايز تريح دماغك عشان خاطر اللي انت بتقول مثلا انا مش عايز اخسر، فهي كده كده انت دلوقتي جايه لك مصلحه ولا جايه لك شغل، فالطبيعي ان انا لو هخسر حاجات بسيطه وبعد كده لما ربنا يكرمني وربنا يرزقني ويوسع عليا واتظبط في الشغل ابتدي ان انا اشتغل في الحمام تاني، وما فيش اي مشكله ان انا اربي والقصه دي كلها. طيب دي بالنسبه برده للناس اللي هي عايزه ايه؟ اللي هو عندي حمام وجاي لي شغلانه والله وعايز ايه؟ ان انا ابيع الحمام بتاعي والكلام ده. طيب خلصنا من النقطه دي. في اللي هو مثلا برضو النقطة اللي هي بيقول لك يعني أنا حمام اللي هو مثلا بيبقى محتفظ بسعره، اللي هو فرد حمام، يعني مثلا ايه فرد حمام؟ يعني اللي بيبقى ماسك سعره، اللي هو انت تلاقيه ممكن اي حاجة فرد، يعني اي حاجة ممكن تبقى محتفظة بسعرها. ايه هي؟ اللي هو حمام النش. الحمام النش ايا كان نوعه ايه ده اللي ماسك سعره، يعني حمام النش عبسي جريزلي قبل اي فرد حمام ده محتفظ بسعره، ده ماسك سعره، بحيث ان الشيش شرى العبد ولا تربيته. يعني بمعنى ايه؟ يعني هو بص انت بتربي زغاليل، في غيرك يقول لك ايه انا اشتري يا عم الشاب احسن بقى من زغلول ويموت وقصه ونخش في افلام والكلام ده، فبيرجح اللي هو يشتري الشاب، فهي ايه شرى العبد ولا تربيته، فاللي هو بيبقى معنى كده اللي هو بيشتري فرد حمام كبير ولا اللي هو يربي زغاليل، دول بيبقوا محتفظين بسعره. يعني ممكن تلاقي مثلا شويه استرالات شويه جريزليات شويه شلبزيات شويه حمام في قلب بعضهم ما فيهمش فرد حمام بصل، ممكن الحته توصل ل 70 جنيه في قلب بعضها و 60 جنيه و 50 جنيه كلهم في قلب بعضهم. ده بالنسبه للشبابات اللي هي مثلا في العشره.
طب لو فيهم غزار، فيهم غزار سعر فرد الحام بيزيد. يعني في ناس بتعمل ايه؟ بتدرب الغزار في قلب الاستراليات والعبايسه والشقلبسات كلهم في قلب بعضهم. انا عايز مثلا في الحته 100 جنيه، فبتلاقي البيئه كلها شايله بعضها. في واحد تاني من الناس برضه بيعمل ايه؟ لا انا عندي 40 واحده اللي هم استراليات، اللي هم بقى جريزليات، الشقلبسيات، الحمام اللي هو الشعبي يعتبر ده، دول عايز فيهم 50 60 جنيه فبمشيهم. عندي طقم غزار بيجي يزبونهم تاني، طب عايز كام في فرد الحمام؟ بتدي بقى 150، بيبتدي 120، فكده كده فالشبابات عامه محتفظه بسعرها. كده برضو نقطة عشان خاطر اللي هي برضو الناس اللي بتسأل هو الشبابات ليه سعرها بيبقى فيها، لأن فرد الحمام زي ما أنا بفهمك في ناس بترجح اللي هو تشتري الشاب، وأنت كده كده فرد الحمام هي بتبصها في إيه؟ فرد الحمام عدى سن المرض، فرد الحمام مجرود، فرد الحمام راح وجي ومش هيتعب معاه في حاجة، يا دوبك إن كان هيعشقه الباب ولا إن كان هينش على الدايب، فبكده بيريح دماغه وكده كده بيتنش الحمام بسهولة وبيقعد، لأن الحمام ده ما بيكونش الجرح اللي هو الدبر خد شم من ده. فالطبيعي اللي هي في ناس نششت شاب اللي هي بتقعد الحمام ده وابتدي اللي هي تتعامل معاه موسم كامل اكن بيربي زغاليل، بس فرد حمام كبير. بيجي فتره اللي هو برده يدشر الحمام، بيجي فتره اللي هو يجريهم في مرحله عصاري، بيجي فتره يخش بيهم تماسك، والقصه دي اللي هي الناس اللي هي النشيشه. طيب في نقطه تاني اللي احنا ممكن نتكلم فيها. في ناس تقول لك ايه؟ وانا ابيع حمام كبير ولا ابيع حمام زغاليل؟ في حمام يتباع وهو زغاليل، وفي حمام يتباع وهو كبير. طيب ايه الحمام اللي هو يتباع زغاليل وايه الحمام اللي هو يتباع كبير؟ الحمام اللي بيبقى فيه سعر وهو زغاليل ممكن مثلا حمام الشامي، جريزليات، العبايسه، دولت الحمام ده بيبقى زغاليلهم كويسه. ده بقى سيبك بقى يعني من موضوع النش، احنا خلصنا بقى من موضوع قصه الشبابات اللي سايبه والكلام ده، احنا بنتكلم عامه من الناس اللي بتفرق. بيعملوا ايه؟ بيجي مثلا فارخ اتنين عبايسه، فارخ اتنين كركنديات، فارخ مثلا اتنين شقلبسيات، يقول لك انا هربيهم وابيعهم حمام كبير. مش دول مصلحه، مش دول اللي هم هيعملوا لك المصلحه. في ايه؟ انت لو بعت الزغلين هتبيعهم بكام؟ 50 جنيه ب 60 جنيه، طب لو شببتهم وخليتهم فرد حمام كبير ان كان ذكر ان كان نتاي هتبيعهم بكام؟ ب 70 80 جنيه؟ طيب كسبت ايه؟ 10 ولا 20 جنيه؟ ما فيهمش اي مصلحه. طب ما انت ال 10 ولا 20 جنيه دي خدمه حمام زادت عليك، وقت زاد عليك، كلفه زادت عليك، فالطبيعي ان انت بتلاقي نفسك مش كسبان في اي حاجه، فده مش فرد الحمام اللي يتقني، مش فرد الحمام اللي يتشبب عشان خاطر تبيعه. دي قصه برضه عشان خاطر الناس. طب ايه الحمام اللي ابيعه مثلا كبير؟ الحمام اللي انت تشببه وتبيعه كبير الحمام الغزار سعره بيبقى فيه، يعني فرد الحمام الغزار حتى لو الزغاليل، يعني زغاليلهم بالنسبه اللي انا ببيع زغاليل سعرهم كويس، يعني مثلا ببيع الزغلول ب 150، ببيع الزغلول ب 200 حسب برده تكوين فرد الحمام. مش اي فرد حمام غزار يا جدعان برده اللي هو بيبقى غالي، لا في حمام غزار، في زغلول ممكن مثلا ب 100 جنيه، زغلول غزار حمر غزار روحنا زر عطيفه ممكن تلاقي الزغلول من 100 ل 120 جنيه، في زغلول مثلا حمر غزار يعدي 250 و300 جنيه، هي برده مستويات. طيب ايه اللي انا اخليه؟ ما انا ما اخليش ما اشببش فرد حمام اللي هو مثلا جاب لي 50 جنيه وهو صغير ولو كبر هيجيب لي 70 جنيه، لا ده اللي انا بيعه، لكن اللي انا بخليه اللي انا بشتري مثلا زغلول سكرتات، افرضنا اللي انا جبت زغلول سكرتات مثلا ب 200 جنيه، شببتهم قعدوا 5 شهور، قعدوا 6 شهور، اقل 2 سكرتات دلوقتي من 400 جنيه ل 500 جنيه، يبقى انا كسبان. كلوا ايه؟ ما كلوش يا باشا ب 10 جنيه اكل، يعني ما كلوش ب 20 جنيه اكل، لكن فرد الحمام اللي انت كنت بقول لك هتربيه عبس ولا تربيه جريزل ولا شقلباز هياكل ازيد من ثمن فرد الحمام. فده الفرد الحمام اللي انت تربيه. وفي الغزار مش اي فرد حمام بينفع يتربى، يعني انت دلوقتي عايز تربي مثلا الغزار، عايز تشبب حمام، بنقي فرد الحمام اللي هو تكوينه كويس اللي انا اشببه. طب انا اعرف منين تكوينه كويس؟ فرد الحمام بيطلع بيبقى حلو وهو بطش، بعد كده بيبدا بسن شكله بيوحش، بعد كده بيحلو، بعد كده بيوحش. طيب خلصت الموضوع ده، الكلام ده ما حدش اتكلم فيه قبل كده. تكوين فرد الحمام من فكه للحصوات، من طلوعه من حصواته. يعني ايه؟ يعني اول ما الزغلول يفك الحصوايه ده تكوين فرد الحمام وهو كبير. ازاي؟ يعني هو لبى،
يبقى لما يكبر فرد الحمام يبقى بتكوينه هو لبك؟ اه يبقى بتكوينه هو لبك، لانه هو ربنا خلقه كده. هو فرد الحمام تكوينه طالع ان كان عظمه تقيل، طالع ان كان فرد حمام كويس، فكده بيبتدي بقى اللي هو مثلا مع الوقت شكله بيوحش، مع الوقت شكله بيوحش، مع الوقت بيحلو، مع الوقت بيوحش. بس لما بيجي يتستف فرد الحمام ويخلص القلش بتاعه ويخلص الريش اللي عليه ويتم الموسم بتاعه، بيبتدي تكوين فرد الحمام وتلاقي شكله زي ما هو، زي ما هو طالع وهو لبق. خد دي مني معلومة مجربة، انت دلوقتي الراجل بتفرخ بص للبق اللي طالع عندك، ده انا طالع لبق عظمه طالع من نافوخه، عظمه لابس في وشه. فين يا عم؟ اهو ما شفتش، ما هو ده بس مش عارف وشه، مش عارف والله كان طالع عظمه لابس كده بس مش عارف. يا ابني ده في سن مساخة، هو كده أضمة تكوينه صعب وهو صغير، تأكد 100% اللي هو لما يكبر هيبقى بالتكوين ده، وبالعكس هيزيد حلاوة عن كده. ليه احنا بنقول لما تشبب حمام غزار خليه لازما يقفل السمايل، وكل سنة عن السنة فرد الحمام بحلاوة؟ يعني لو فرد الحمام السنة دي حلو 10%، السنة اللي بعدها يزيد حلاوة 30%، ده بالنسبة للحمام الغزار. دولت اللي انت تعمل فيهم المصلحه، دول اللي انت تشببهم، دول اللي انت مثلا يبقى سعرهم محتفظ معاك، اللي انت سعرهم ده بيزيد معاك. فاحنا النهارده غرضنا من اللي هو الفيديو ده، مش اي فرد حمام اللي انا ينفع اوقفه في الباب، مش اي فرد حمام اللي انا اشببه وافضل اخدم فيه، لا اخدم في فرد حمام هيعمل معاه مصلحه، اخدم في فرد حمام اللي انا الاقي فيه فلوس فيما بعد، لكن مش هي مش قدره على الفاضي. فاحنا كده النهارده قدرنا نوصل لكم برضو كم معلومه، فان كنا مثلا ايه في حاجه تاني، فاحنا كده كده مع بعضنا احنا برضو ايه بنشوف الحاجات اللي هي ناقصه مع الناس وبنكملها، فبيكم معاكم مكملين في انتظارنا مع كل جديد. معالى ادم مش تغمض عينيك، اوعى تروح لبعيد، وده عاشق الجديد. اخوكم كوتا ادم، والسلام عليكم ورحمه الله.